أعزائي مشاهدي قناة الحرية في كل مكان، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج مشورة أسرية. احنا لسه مكملين كلامنا مع حضراتكم عن التربية، وهنتكلم في حلقتنا النهاردة عن مرحلة مهمة جدا وبتكون صعبة جدا، صعبة على الأبناء وعلى الأباء. هنتكلم عن مرحلة المراهقة، بس رحبوا معايا الأول بضيفنا اللي منورنا مباركنا نيافة الحبر الجليل الأنبا يوسف، أسقف جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية والحاصل على الدكتوراه في المشورة الأسرية. أهلا بنيافتك يا سيدنا. أهلا بيكم سيدنا. يمكن في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن التربية واتكلمنا عن تفاصيل كتير في التربية، يمكن النهاردة عايزين نتكلم بتفصيل أكتر عن مرحلة المراهقة، لأنه مرحلة المراهقة بقت خصوصا الأيام دي بقت مرحلة صعبة قوي على الولاد وعلى الأباء. فعايزين نعرف الأول من يافتك، إمتى بتبتدي مرحلة المراهقة؟ المراهقة بتختلف، يعني هم بيسموها تين إيجر على أساس هنبتدي من 13. أوكي. يعني بكده 10 11 12 مفيش الإين دي، مفيش إين 13 14، لكن الحقيقة بقت بتبتدي أصغر من دلوقتي. يعني ممكن تبقى 10 ممكن تبقى 11 كده. يعني البنات بيبتدي في مرحلة المراهقة قبل الولاد، يعني ممكن بنت تبقى في سن 10 ممكن الولاد تبقى بعدها 11 12 إلى آخر. يعني المرحلة المراهقة بيبقى فيها تغيرات كتيرة جدا. أنا بس عايز أتكلم على تغير واحد مهم جدا لأن إحنا ما بنفهمهوش، وده اللي بيسبب مشاكل كتيرة بين الأباء والأمهات. الإنسان كل مرحلة في حياته بيمر، يعني عشان بينمو بيمر بانفصال ثم إعادة اتصال على مستوى آخر. يعني مثلا في الولادة الطفل أول ما بيتولد بينفصل عن أمه وبعدين بيعيد اتصاله بالأم والأب على مستوى تاني. يجي يبتدي يتعلم المشي فبينفصل تاني عن الأب اللي بيشيله أو الأم اللي بتشيله، وبيبتدي يعتمد على نفسه وبيبقى متصور أنه هيكتشف العالم كله وأنه مش محتاج حد يساعده في حاجة وأنه هيعمل كل حاجة. وبعدين بيكتشف الليميتيشن بتاعته فبيعيد اتصاله. نفس الكلام لما بيبتدي يروح المدرسة بتحصل سيباريشن من البيت ومن الجو ده وبيروح لعالم خارجي، ممكن تحصل معاه شوية سيباريشن انكزايتي وبعدين يرجع تاني يعمل ريتصال. المرحلة المراهقة بقى الانفصال دي ان الواحد عايز يشعر انا خلاص بقيت راجل، لو انا بقيت قطر انا مش معتمد على بابا وماما. فبيبقى ميال ان يقول لا، يقول لا علشان اثبت ان انا وجوده وانه معتمد على شخصيه نفسه. مختلفه شخصية. انا انا مش الكونتينيويشن الاستمراريه بتاع بابا وماما. اوكي. فاول شخصين بيتمرد عليهم هما بابا الأب وماما والأم. اول شخصين بيتمرد. تخيل بقى الأب والأم ابنهم ده مثلا لغاية سن 10 12 سنة حاضر نعم مطيع حلو بيسمع كلامهم، فجأة لا مش هعمل ده. الأب والأم طبعا زي جو كريزي وبيقولوا ابننا تعال بقى معاند بقى متمرد إلى آخره. يعني فبيروحوا يحاولوا يحكموا سيطرتهم عليه أكتر. أوكي. ويتحكموا فيه أكتر، ده بيخليه يعني أكتر وأكتر. وبنخش بقى في الصراع ده احنا ودونت فاسيليتيت الانتقال لمرحلة المراهقة دي بطريقة سموث. لكن لو الأب والأم ما يبصوش لأن ده ابنهم ابتدى يبقى متمرد أو ابنهم ناضج أو إن ابنهم بقى معاند، لكن دي مرحلة من مراحل النمو بتاعته. لو فهموا الحته دي دي هتكون كي لحوار سليم بينهم ما بين ولادهم، يريحهم جدا جدا جدا. يعني ودي في رايي يعني 70% من حل المشاكل ما بين الاباء والمراهقين ان يفهموا الحته دي. لان كتير مثلا حبيبي تعالى نروح القداس، لا مش هاجر القداس، فيفتكروا بقى ان الولاد بعد عن ربنا، ممكن يكون بملحد،
كل بقى الافكار الغريبه اللي في دين دي فيضغطوا عليه غصبا عنه. الضغط ده يعمل نوع من انواع التمرد اكتر, وده اكشن ممكن يسبب ان الولد يعني يسيب الكنيسه ويبعد عن الكنيسه. انا هنا طيب ممكن يقولوا له طب نسيبه ما يجيش الكنيسه, ما احنا لو سيبناه مش هيجي الكنيسه خالص. هنا التفاهم واعطائه حريه في الاخر الاختيار. يعني هقول حبيب بص احنا اللي محتاجين الكنيسه مش الكنيسه اللي محتاجانا. انت لما تروح الكنيسه تاخد البركه دي ودي ودي, لو ما روحش انت بتفقد كذا وكذا وكذا. لكن في الاخر ده قرارك واختيارك, وفكر وشوف انت عايز تعمل ايه. لو الموضوع طول مثلا, لو هو قعد 3 4 اسابيع ما بيروحش الكنيسه, هنا بقى محتاج تدخل تاني, لان الكنيسه دي من الضروريات. انا مش هسيبه انا هندخل اقول طب انا عايز افهم ايه الفجأة انك يعني تغيرت من هنا لهنا, واشوف ايه السبب. في هل ابتدى يبقى فيه تأثير من الخارج عليه, ابتدى يقرأ قرايات معينة, هل التمرد ده علشان يعني احس بشخصيته المستقلة فيها تمرد على الكنيسة. وممكن يكون الواحد بيتمرد على كل authority عنده. أوكي. بتمرد على الكنيسة, بتمرد على ربنا, بتمرد على بابا وماما, بتمرد على الجوفرنمنت, بتمرد على اي اوثوريتي موجودة. فممكن يكون ده نمو طبيعي, وانا لازم كأب افرق ما بين هل ده نمو طبيعي ولا هو فعلا الولد يعني داخل في خط بعيد عن ربنا وبعيد عن الكنيسة. ابتدى بقى الصدقات والكلام بقى اللي احنا بتكلمنا عليه قبل كده, الالحاد وكل بقى الشرور والفلسفات المعاصرة دي ابتدت تأثر على ذهن ابني. لكن انا بس عايز ان الاباء والامهات يفهموا النقطة دي, ان تطور طبيعي ان الولد في المرحلة دي يبتدي يختلف مع الاب والام, يبتدي يقول لهم لا, يبتدي يحس بكيانه وشخصيته, وانا لازم اساعد النمو ده ما اقفش ضده. يعني احنا دلوقتي سيدنا دورنا ان احنا نبقى فاهمين انه ده دي رد فعل طبيعي او عادي في المرحله دي ان هو يعترض, فانا يبقى فيه زي لغه حوار ونتناقش, ولكن ما تخضش من رد فعله معايا واتعامل مع الموضوع بحكمه وما احاولش اكسره. اوكي. خش في باور استراجل. يعني انا اتكلمت على الباور استراجل قبل كده. لو الباور استراجل مع الاولاد او الاولاد اللي هم سنهم لغايه 19 سنين مضره, مع التين ايجر مدمره مش مضره, بتدمره. اوكي. لاني مين يكسر مين؟ لو كسرني خلاص, ولو انا كسرته انا بدمر شخصيته. فهنا وي نيد تو افويد يعني الصراع القوة ده أو نزاع بينه. محتاجين ان احنا نتجنبه بكل صورة وبكل شكل. هو يمكن ده محتاج حكمة كبيرة من الاباء والامهات. طب سيدنا, هل في فترة معينة ابتدي اتكلم معاهم عن مرحلة المراهقة اللي هم هيمروا بيها؟ يعني هل اقعد اتكلم معاهم اقول لهم هيحصل كذا؟ يعني امتى كمان اتكلم انه هتلاقي في تغييرات معينه حصلت في جسمك او البنت حصلت في جسمك حاجات تغييرات معينه؟ امتى ابتدي الكلام ده, وايه الكلام اللي ممكن اتكلم معاهم فيه؟ اي ثينك يعني احنا محتاجين نكون برضو برو اكتيف. يعني الام كده بالفطنه بتاعتها تبقى عارفه ان بنتها قربت على المرحله دي. اوكي. فتبتدي تكلمها مثلا دلوقتي انت كبرتي, مع الانسان لما بيكبر بتحصل تغيرات جسديه ونفسيه. ده لو ما كانوش عارفين وما كانوش يعرفوا الكلام ده. أوكي. ان الولاد بيبقوا عارفين الكلام ده, بس سيدنا بيتهيألي حتى لو هم عارفين مهم يعرف من الام. طبعا يعرف من البيت, وبيعرف بطريقه راقيه وبطريقه سليمه وبطريقه طبيه سليمه. لان العالم بيدي معلومات مشوشه, يعني معلومات خاطئه. وانا افضل ان الام تكلم بنتها والاب يكلم ابنه. اوكي. لان اكتر واحد هيفهم نفسيه البنت هي مامتها, وانها مرت بظروف دي, واكتر واحد هيمر بنفسيه الابن هو الاب.
ويقعد ويكلمه ويشرح له بالظبط يعني يعني في تغيرات جسمية، في تغيرات نفسية، في تغيرات بتحصل في الهرمونات بتاعت الإنسان، وده ممكن يأثر على حتى العواطف والمشاعر ونظرة الإنسان لنفسه. كنا اتكلمنا قبل كده مثلا على السلف استيم وكده. فمن ضمن مثلا الحاجات الخاطئة في الفترة دي خصوصا عند الولاد، بتلاقي مثلا ايه وش ملائكة الطفولة ده ابتدى يتغير، ابتدى شكله يتغير، ابتدى صوته يخشن شوية. لو هو او اخت مثلا تعرفهم حب شباب في وشهم كده الاكني، فالواد يبص كده على على المراية على شكله يبقى مخطوط، ايه الشكل الغلط ده يعني. وصوته اتغير وكده يعني. فلو قعدوا يتريقوا عليه وصوتك بيوحش، وخصوصا لو هو شماس ويروح البيت يقعدوا يتريقوا عليه انت ايه اللي كنت بتقول النهارده وصوتك وحش كده، هم بيكسروا في السيلف استيم بتاعه. لكن لازم يتشرح لهم ان دي تغيرات بتحصل، ولكن في الاخر جسمه هيستقر وهيبقى يعني ربنا ثاني جسم الانسان جميل ان جنرال يعني. فربنا هيدي جمال، فما تبصش للمرحله الانتقاليه دي. وحتى لو طلع حب شباب ولا كده برضه بكريمات وبعض العلاج بيخف وبيروح تماما. وممكن تبص على الناس الكبار مش موجود عندهم اغلبهم الكلام ده تماما. يعني لازم يكون في نوع من انواع التشجيع، واشجعه ان هو يقبل التغيرات اللي هي بتحصل فيه. برضو نفس الكلام مع البنت، ده برضو شكلها الملائكي كده ابتدت تكبر، شكلها بس ابتدت تطول قوي او لسه قصيرة. فحنا الكومنتس لما بتتقال على الطول او الأسرة او مثلا لو ابتدت تزيد في الوزن الى اخره، فدي برضو محتاجة مراعاة. التعليقات اللي احنا بنقولها في الفترة دي ممكن يكون لها تأثير سلبي. نقطة تانية خصوصا بالنسبة للولاد، لما جسمهم بيكبر والعضلات بتنمو كده ممكن يحتاجوا يأكلوا كتير. أحيانا بتتقال لهم يعني تعليقات على الأكل كتير مهينة شوية يعني. وهو الولد بيبقى غصبا عنه يعني هو محتاج الأكل ده لأن الجسم عمال يكبر يكبر بسرعة، فهو محتاج التغذية دي يعني. فقعد بقى التريقه ده مش عارف بيأكل كام رغيف، ده ما يكفهوش، ايه ده ايه. فممكن الحاجات دي يعني في ولاد بتاخدها بهزار وكده يعني، لو نفسيته قوية هيعديها. بس في ولاد ممكن الكلام ده يتعبهم يعني. اللي انا عايز اقوله اتسوكينا احنا نضحك مع ولادنا، اتسوكينا احنا نهزر معهم، بس اتسوكينا لازم في الاول اكون فاهم نفسية ابني. هل الضحكة دي او الهزار ده هيجرحه ولا يعني. انا هقول لك مثلا مرة على غلطة انا عملتها. في بنت عندنا يعني كانت قصيرة كده، فكنت بضحك معها كل ما اسلم عليها اضحك معها واقول انت لسه في ابتدائي مش تكبري مش عارف ايه، بعمل الكلام ده بحب يعني، ما اقصدش ان انا يعني اجرحها يعني. فمرة رحت الكنيسة والبنت ما جاتش تسلم عليا، فسألت مامتها قلت لها امال فين فلانة، ما متعود يعني تيجي تسلم كده. قالت لي احنا متضايقة ان انت عشان بتكلمها على انها طولها وانها قصيرة وكده يعني. فطبعا حسيت ان انا ما كنتش حساس للنقطة دي، وهي كانت برضه في مرحلة المراهقة وكان يعني نظرتها لنفسها مهمة جدا جدا يعني. فالمهم ان البنت اعتذرت لها وخدت بالي بقى مش مع البنت دي بس، مع يعني كل التين ايجر، ان انا اكون حساس في ان انا اعمل كومنت لألا يكرههم في المرحلة دي يعني. هل يا سيدنا هم بيكونوا في المرحلة دي حساسين زيادة عن الطبيعي يعني؟ طبعا الهرمونات، التغير الهرمون ده بيخلي حساسيتهم زيادة عن الطبيعي. بعض منهم بيبقوا فيري ايموشنال، كلمة تقولها لهم يبكوا على طول. فبيبقوا الحساسية بتبقى زيادة. برضو لازم افهم اني
احنا شخصياتنا متنوعة، ممكن واحد يكون انتروفيرت، ممكن واحد يكون اكستروفيرت. لازم اقبل كل شخصية بطريقتها. أوكي. مش لازم نكون كلنا اكستروفيرت. ممكن اكون انتروفيرت، ممكن اكون اكستروفيرت. فهنا الاب والام برضو بيتعاملوا مع الشخصية دي، ما قلوش ليه انت قاعد لوحدك، انت شخصية انطوائية ده وحش، لا يعني لازم تخرج، لازم تعمل. لازم يعني افهم الشخصية وايه الميول الشخصية دي، وتعامل مع ميول الشخصية دي بطريقة سليمة، واشجع كل شخصية ليها ايجابياتها وليها سلبياتها. يعني اغذي الايجابيات وانا نحاول اتجنب السلبية. هل يا سيدنا في الفترة دي بتبقى تعاملي مع البنت في مرحلة المراهقة مختلف عن الولد، ولا تقريبا بتبقى يعني نفس التغيرات ونفس الحاجات اللي بتحصل، المشاكل اللي بتحصل لهم؟ يعني هل في اختلاف بين انه ابني او بنتي يعني دلوقتي هو ولد او بنت اللي بيمر في مرحلة المراهقة؟ لحد كبير التغيرات يعني واحدة، والواحد لازم يكون يعني بيتعامل بنفسية مريحة لهم هما الاثنين، فيها قبول، فيها حب، فيها تفاهم للي بيمروا بيه. لكن طبعا البنت في الفترة دي بتبقى عندها ميكسد فيلينج ما بين الاعجاب بالولاد ومثلا والخجل، وبتفكر في مستقبلها وهتعمل ايه الى اخره. يعني وهل هي اتراكتيف ولا مش اتراكتيف الى اخره. الولد ممكن يكون له اهتمامات تاني في الفتره دي، البطوله وال يعني عشان كده الرياضه بقى الهيروز بتوعه، لعبه الكوره والبطولات والحاجات دي. يعني من هنا برضو حتى يعني في مدارس الأحد مثلا تقديم شخصيات بطولية زي مثلا داود وشمشون ونحمية المصلح القائد البارع، يعني ودانيال يوسف الصديق، تقديم شخصيات دي يعني للولاد بتبقى مهمة جدا. وبرضو تقديم شخصيات للبنات زي مثلا سارة كزوجة قوية، ولكن في نفس الوقت خاضعة لإبراهيم. يعني ما فيش تعارض ما بين قوة الشخصية وما بين خضوع، نكون خاضع وكده. نقدم مثلا قصص عذراء مريم وفي عفتها وطهارتها، نقدم قصص مثلا زي دبورة كانت قائدة ونبية في بني إسرائيل وهي امرأة. يعني برضو نحط الأمثلة دي قصاد الولاد والبنات يعني يحتزوا بيهم ويتعلموا منهم، برضو يعني حاجة مفيدة. فبرضو يعني الاحتياجات النفسية للبنت بتختلف عن الاحتياجات النفسية للولد. ومن هنا برضو يعني طريقة التعامل أو الأمثلة اللي أنا بحطها قصادهم بتكون مهمة. أوكي. عشان تراعي يعني احتياج كل واحد النفسي والجسدي والإيموشنال والروحي إلى آخره. هل يا سيدنا مهم أنه أنا كأب أو كأم وعندي بنت في مرحلة المراهقة أن أنا أقول لها طول الوقت أنه أنت حلوة، الله اللبس ده شكله كويس عليكي، علشان أخليها ما تبقاش مكسوفة من شكل جسمها اللي اتغير فجأة وتبقى عندها ثقة في نفسها؟ التشجيع مهم، بس زي ما قلت من غير مبالغة فيه. أوكي. لكن التشجيع مهم جدا، واني يعني اشجعها زي ما بقوله بما هو فيه. أوكي. يعني لان احيانا الولاد بيحس لو انا بجامل وبقول اي كلام، يعني بحس ان انا بقول اي كلام يعني. فلازم اشجعها بما هو فيها. يعني امتدح حاجات حقيقية فيها ربما مش واخد بالها منها، بس امتدحها فيها يعني، فدي ديها ثقة في نفسها. طيب سيدنا نيفتك، قلت لنا انه في المرحلة دي البنت بتبتدي انه هي هل هي attractive ولا لا، هل هي كمان منجذبة للجنس الاخر او لا. فهل في المرحلة دي مهم انه الاب يعني يقوي علاقته ببنته علشان يعوضها ان هي ما تدورش على الحب بره، او
ما تدورش على الحنان بره، فيبقى الأب هو اللي مهتم بيها أكتر في المرحلة دي؟ الحقيقة الأب والأم لأن يعني سوري الأب مش هي يعني هي عايزة تاخد كومنتس من 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 ولاد في سنها مش من أبوها يعني يعني عايزة تعرف ما هو باباها بيحبها لأنه دي بنته فهي عايزة تاخد كومنتس من ولاد في سنها. لكن لما بيكون واحد شبعان بالحب الأسري بالحب من الأب ومن الأم حاسس إنه محبوب يعني فأنا حاسس إنه محبوب فأقدر أتحكم في نفسي لغاية لما أوصل للسن المناسب للزواج ما بقاش أنا عطشانة للحب أي حد مش أي حد يقول لي كلمة كويسة بجري ورا بخدم يعني طيب وبالنسبة للولد يا سيدنا إيه أهم النقط اللي لازم الأب والأم يركزوا عليها علشان برضو الابن ما يلجأش إنه يدور على أصحاب برا يهتموا بيه أكتر من البيت وتحصل مشاكل؟ مفهوم الرجولة ومفهوم القوة ومفهوم الشخصية يعني الولاد بيحس إن هو مفهوم الرجولة إن هو يشرب سجاير ياخد درجز يجرب الكحول يوقع بنات يعني ولاد بيقعدوا يترهنوا ان هو كان بنت وقعها والى اخره. فهنا لما بغرس في مفهوم الرجوله الشهامه بقى ان انا بحمل بنات دولت اصحابي مش بوقعهم ده مش رجوله اطلاقا يعني ان الرجوله ان انا احافظ على جسدي اللي هو هيكل ربنا ما بوظهوش بالمخدرات وما بوظهوش بالسجاير وإلى آخره. أحيانا الأفلام بتصور العنف والقوة الجسدية هي دي البطولة وهي دي الرجولة وعشان كده الدوميستيك فايلنس ابتدى يزيد. لكن الرجولة الحقيقية هي في احتمال الاخرين واحتوائهم وان انا لو عندي قوه جسديه اساعد بيها الاخرين مش افتري بيها الاخرين. يعني القوه في العالم بتستخدم ضد الاخرين انما القوه المسيحيه تستخدم لحمايه الاخرين. يعني الله قوي وخلى اولاده اقوياء انما في قاده العالم لما يكون قائد قوي ما يحبش حد جنبه قوي يحب يستخدم القوة دي عشان يخوف ويضعف الآخرين. لكن هنا القوة الحقيقية لحماية الآخرين مش لإرهاب الآخرين. فمن هنا بعرف إن الولد أنت ليك دور إنك إنسان قوي ليك دور في حماية إخواتك البنات ليك دور في إن أنت تحافظ على جسدك تمجد ربنا ما تضعفش جسدك بالسجاير والالكحول والكلام ده يعني. فمفروض القوة الحقيقية ودينه بقى نماذج للقوة من الكنيسة ومن الكتاب المقدس ومن أطر الكنيسة دي نقطة مهمة جدا يعني بالنسبة لتربية الأولاد في السن ده. سيدنا يمكن ده هيخليني أتكلم عن يافتك عن الحرية ازاي ادي لهم حرية لان هما في الوقت ده هما بيتمردوا على اي حاجة حواليهم عايزين يحسوا ان هما بقوا مستقلين. فده يخليني اتكلم عن الحرية وازاي تبقى الحرية زي ما بنقول مقننة علشان ما يبقوش بيعملوا حاجة تأذي نفسهم. بس احنا للأسف وقت حلقتنا خلص فده اللي هيكون كلامنا مع نيافتك في الحلقة اللي جاية. خنابا بنشكر نيافتك جدا. نيافتك نورتنا وباركتنا. شكرا لك. أعزائي المشاهدين لسه مكملين كلامنا مع حضراتكم عن فترة المراهقة وهنتكلم عن الحرية في الحلقة اللي جاية فتابعونا. ختاما بشكركم وأشوفكم على خير في حلقة جديدة ومشورة أسرية.